طبعا من خلال التواصل محطات كهرباء، انشاء محطات كهرباء او الطاقه الشمسيه والطاقه المتولده من الرياح. وشايفين الفتره اللي فاتت دي حصل استقرار في 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 يعني يعني مصر هتبقى ان شاء الله داخله كمركز اقليمي لتصدير الطاقه خارج القاهره. فعلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا شرط، احنا يعني في رؤيه سياسيه واضحه جدا وفي دعم من القياده السياسيه لقطاع الكهرباء. الحمد لله الجميع شاهد مدى الطفره اللي حدثت في قطاع الكهرباء، من عدم تخفيف احمال، من تطوير في الانتاج، في استقرار الكهرباء الكهربائيه. مش بس الناس، الحمد لله احنا عندنا احتياطي حوالي 25% اضافي لما للاحتياجات الموجوده حاليا، وده بيوازي الاحتياط العالمي. مش بس كده، ده احنا كمان بننوع في مصادر الطاقه زي ما حضرتك اشرت. يمكن في توسع في الطاقات المتجدده في محطه بنبان، الطاقه الشمسيه اكبر محطه او تجمع للطاقه الشمسيه في العالم. في هناك ايضا محطه جبل الزيت للرياح، برضو اكبر محطه رياح في على مستوى العالم. هناك مناطق عديده في مصادر الطاقه المتجدده. ايضا هناك الفحم النظيف، ويمكن كان بالامس القريب كان هناك في اتفاق مع الصين يعني. في الصين كان في التعاقد مع التحالف الصيني بالنسبه لانشاء اول محطه فحم نظيف في الحمرين 6000 واط. كمان في الفحم النووي ومحطه الضبعه النوويه. كمان هناك دكتور ايمن، شكل مصر خلال سنتين من خلال الطاقه الكهربائيه هيبقى شكلها ازاي؟ الشكل القادم هيبقى ان شاء الله باذن الله هيبقى افضل من السابق كمان. يعني لو احنا بصينا في الارض الماضيه الشكل كان من ظلام، من تحديات كبيره جدا، الناس ما عندهاش امل فيه ان هو يقدر تقدر الصوره تتغير. احنا في خلال 4 سنوات عمل طفره، تم اضافه حوالي 25000 ميجا. في الفترة القادمة التحدي اللي قدامنا وده اللي احنا شغالين عليه في وزارة الكهرباء هي خطة خاصة بتطوير شبكات النقل والتوزيع. لا بس احنا مش بس بنبص ليه ان احنا نوصل الكهرباء، لا ده احنا عايزين ان الكهرباء توصل بأعلى جودة موجودة. طبعا هناك في خطة لتطوير شبكات النقل اللي وصل الميزانية تتعدى 54 مليار جنيه على مدار سنتين. ايضا في على مستوى شركات التوزيع اللي هي يعني كانت متعلقه. دكتور ايمن، مصر تستعد ان هي تتبوأ مركز اقليمي في تصدير الطاقه للدول المجاوره المحيطه بينا؟ تمام، الحمد لله حاليا هناك ربط ما بيننا وبين بعض الدول، هناك خطط لربط مع بعض الدول الاخرى. يعني عندنا في ربط ما بيننا وبين الاردن، وهناك في تصدير للطاقه مع الاردن، هناك برضه مع ليبيا. في خط بيتم انشائه وان شاء الله قبل نهايه العام هيتم تشغيله مع الشقيق السودان بتبادل حوالي 200 ميجا او 300 ميجا وات. هناك في خط بيتم يعني تقييم العروض بتاعته والمزمع ان شاء الله تنفيذه وتشغيله على 2021 مع المملكه العربيه السعوديه. هناك ايضا كابل بحري بيننا وبين خبص اللبنان، وبالتالي يبقى انت ربطت مع اوروبا. زي ما حضرتك اشرت، هي رؤيه سياسيه لان مصر تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقه بما فيها من احتياطي طاقه، وكمان شبكات الربط اللي هي مع دول الجوار. طيب يا دكتور ايمن، مش المفروض المواطن المصري يعني برضه يعني هو تحمل رشوده الاصلاح؟ هل النهارده مع تنوع الطاقه وتوفرها وتصديرها وتوفير عمله صعبه، مش برضه المفروض ان احنا نخفف برضه عمليه الاستهلاك والفواتير الكهرباء على المواطن؟ هو طبعا احنا يعني بنحاول نسعى دائما. اول حاجه ان احنا نقلل تكلفه الكيلو وات ساعه. احنا من ضمن المفردات اللي احنا بنعتمد عليها او بيتم الاعتماد عليها في تكلفه الكيلو وات ساعه هو تكلفه الوقود، وخاصه مثلا حوالي 50% من التكلفه بتاعه الكيلو وات ساعه او الكهرباء، يعني سعر الكهرباء. وديت بتتحكم فيها هو سعر الصرف، وبالتالي يعني سعر الصرف تغيره او ما حدث فيه ده اثر علينا. احنا كنا مخطط لينا ان او احنا مخططين ان هو
في خلال 5 سنوات من 2014 كنا خلاص انتهينا من رفع الدعم من على كاهل الدولة وخلاص استقرت الأسعار الى حد كبير. بس يا دكتور ايمن النهارده المواطن الملتزم زادت عليه فاتوره الاصلاح، وفي بعض النهارده الكهرباء المسروقه والمحلات اللي بتسرق، وبعض الناس النهارده اللي بتسرق كهرباء موجوده، ما هو دي برضه اعباء على الدوله، وفي نفس الوقت الناس دي ما بتقضيش الالتزامات بتاعتها قبل الدوله. يعني احنا طبعا يعني شيء مهم ان نشير لحضرتك ان احنا بنعمل حساب لتكلفه الكيلو ساعه، لا بنفترض ان احنا بنجمع كل الكهرباء اللي احنا بنبيعها او ان احنا يعني بيتم استهلاكها. انا معاك ان هو الجزء الخاص بسرقه التيار الكهربي ده يعتبر عبء يعني علينا احنا بدايه في قطاع الكهرباء، ان احنا بنحاول ان احنا نضع من الاليات ان احنا نضبط، ولكن يعني تدريجيا هو لازم المواطن يحس بجوده الخدمه والسنة. وفي نفس الوقت كمان طالما حضرتك بتتنوع وبتزود النهارده كهرباء، يحس حتى ان الاستهلاك مناسب له. الفواتير النهارده بقت اعباء على الاسره، والناس عارف بتصرخ من حجم الفواتير اللي بتجيلها. يعني والله هو طبعا بص حاجه، هو يعني احنا بنحاول ان احنا نقلل تكلفه، ولكن برضه في مهمه جدا علينا احنا كمواطنين، ان لابد ان احنا نحاول نرشد الاستهلاك الطاقه الكهربائيه. عندنا من الثقافه اللي عندنا في الاستهلاك بصفه عامه محتاج برضه نوع من يعني زياده ترشيد الاستهلاك، يعني ترشيد الاستهلاك. طيب. انما مع احنا بنسعى دائما ان احنا نحاول ان احنا نضبط هذه التكلفه، وربنا يسهل ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقنا باذن الله. بنشكر حضرتك الدكتور ايمن حمزه المتحدث.